تتابع وزارة خارجية مملكة البحرين باهتمام بالغ أوضاع المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين في أوكرانيا في ظل الظروف الأمنية الراهنة. نعم، أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 12 من فبراير 2022 بشأن دعوة المواطنين الكرام المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها. تؤكد وزارة الخارجية حرص حكومة مملكة البحرين على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم بصورة آمنة عبر المنافذ المتاحة في أقرب فرصة ممكنة. وعليه تدعو الوزارة المواطنين الراغبين في المغادرة أو المساعدة إلى التواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة.